لمناقشة الترويج الإعلامي لحكومة السودان حول عودة المهاجرين للعراق، معنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. مرحبا بك معنا دكتور محمد. تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حياكم الله. دكتور، هل حقا الأوضاع في العراق كما تصورها حكومة السودان والتي دفعت بطبيعة الحال 5 ملايين عراقي للعودة إلى البلاد؟ بالتأكيد هذه المعلومات غير دقيقة ولا تمت للحقيقة بصلة، إن الأوضاع في العراق لا زالت هي نفسها الأوضاع القائمة منذ عام 2003 بعد الاحتلال، ولكن السوداني وحكومته يريدون تحسين صورتهم أمام العراقيين، وجاءوا بهذه الفبركة وكأنه هناك 5 مليون عراقي من المهاجرين عادوا إلى البلد. أي بلد يعود إليه مهاجر وهو الآن في أسوأ ظروفه، حيث لم تنتهي قضية الانفلات الأمني ووجود الميليشيات وقضية الخطف، إضافة إلى الماء والكهرباء والصحة والتعليم، كل هذه الأمور غير متوفرة. فإذا كانوا هم جديين عليهم أولا أن يقوموا بتمهيد هذه الأمور إلى الأطراف الأخرى بما فيها المهجرين أو المهاجرين من العراق وعودة الكوادر إلى العراق، فهذا الخبر غير صحيح وغير دقيق وليس يمت بأي صلة لواقع الحال للأسف. نعم، حكومة السودان دكتور محمد تحدثت عن حزمة إصلاحات قامت بها، وهل تعتقد أن هذه الإصلاحات التي قامت بها بالفعل غيرت الأوضاع، أو هي إصلاحات ملموسة يلمسها المواطن العراقي في حياته اليومية؟ حكومة السودان تدعي الإصلاحات هي حبر على ورق، مجرد بيانات وتصريحات يقوم بها، حيث لا توجد أي خدمات لا معاشية للشعب ولا تغيير من طبيعة معيشة هذا الشعب في أمور حياتية عامة كالكهرباء والماء وغيرها. وكمثال واحد أنه جاء بقرار بتغيير سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار العراقي، ووضع 132 لسعر الدينار بالنسبة للدولار. للأسف لحد الآن لم يتم تنفيذ هذا القرار، وإنما هناك ضيق عيش للمجتمع العراقي، حيث أصبح الدينار 152 ألف بدلا من 132 كما يدعون. فكل هذه الإصلاحات هي إصلاحات لم تتم، وإنما مجرد أنه إعلان من أجل تغطية كل الأمور التي تجري في العراق حاليا من ضيق المعيشة للشعب العراقي وللتهافت الذي يجري حاليا في ظل وجود هذه الميليشيات وهذه الحكومة والسلاح المنفلت. نعم، كيف ترد الحكومة السوداني دكتور على التصريحات التي تؤكد استمرار هجرة المسيحيين خارج العراق، وذلك بسبب الأمن كما تعرفون، وهو ما ينطبق بالمناسبة على بقية المكونات؟ ولا زالت هجرة الأخوة المسيحيين من العراق بسبب من الاضطهاد والنزعات الطائفية اللي موجودة والقائمة والحقد على هذا المكون الأساسي، وهو مكون نعرفه جيدا أنه قاموا بتقديم خدمات جليلة للعراق في مجالات متعددة، مثلا عدم تحسين معيشتهم وفقدان منازلهم، كل هذا يجري، ولذلك الحياة لا تطاق بالنسبة للمسيحيين من الضغوط التي تمارس عليهم. وأخيرا كلنا نعرف أنه البيان الذي صدر من رئيس الجمهورية عندما أعلن أن البطريق
سايكو قطع عليه الطريق في مسؤوليته في هذه الطائفة الكلدانية، وبالتالي أصبح الكلدانيون وطائفتهم في مهب الريح. نعم. ولكن هناك تأييد من قبل المجتمع العراقي برفع هذا الضيم عن المسيحيين وعودتهم إلى قراهم ومدنهم ومساكنهم التي اغتصبت من قبل زيد وعمر ممن يتمتعون بصفات ميليشياوية. أشكرك جزيلا دكتور محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك.